معايا الاستاذ مجدي المتناوي عضو مجلس اداره الاتحاد المكلف من قبل الاتحاد بفسخ العقد واستعاده حقوق الاتحاد حسب ما انا قريت العقد. الخبر بيقول كده. مساء الخير يا استاذ مجدي. خير يا كابتن احمد، ازي حضرتك واتحاد حضرتك، والف مبروك على البرنامج الجديد يا متاخره شويه لكن معلش يعني. اشكرك يا استاذ مجدي، لو أصلاً. في انتخابات كنت باركت لي من قبل البرنامج ما يبدا بشهر، مش مشكله طبعا. مش مشكله، الانتخابات جايه، الانتخابات جايه قريب، ما تتعبش نفسك، مش مشكله. خلي عني برضه. طيب ايه بقى القصه، ليه ما دفعتوش ال2 مليون جنيه للاستاذ عمرو عفيفي؟ لا، هو كان الاتحاد كان اخطر الاستاذ عمرو عفيفي، حضرتك قلت في الخبر ان في مبالغ متاخره عليه تبلغ ما يقرب من 10 مليون تقريبا، مش فاكر الرقم بالظبط. فرد الاستاذ عمرو عفيفي قال لي انا ليا 2 مليون جنيه، فابعت محاسب يحاسب يشوف الحسابات. بعت شركه محاسبات خاصه من عنده، ما اقتنعتش بالحساب، حصل مشكله، مشيوا. فبدانا في المشكله، كان العقد كان بنص ان في حاله متاخرات تخطر الشركه في خلال 30 يوم بسداد المتاخرات دي. بعد ال 30 يوم اذا من حقك تفسخ العقد. كان تم اختار الشركه الرائعه في اول شهر 2 اعتقد 2/2 يا فندم باختيار رسمي. والاتحاد لما تعرض الامر عليه كان بينظر مدى قانونيه الفسخ في الوقت الحالي. وعايز اجراءات الفسخ القانونيه، مذكره قانونيه عن اجراءات الفسخ. فده بالظبط اللي هيتعمل في المرحله اللي جايه باذن الله. يعني هو مش هيدفع؟ لا، الامور وصلت انه مش هيدفع، وصلت ان هو اي بيشتكي، يعني بيقول لا انا ليا مش عليا. طب باماره ايه انتوا ليكوا، باماره ايه هو ليه؟ امرت العقد، احنا باماره العقد اللي ملتزمين بيه. ايوه، ما الراجل بيقول لك انتوا عليكوا غرامات وصلت ل 12 مليون جنيه، وبالتالي هو معترف بال 10 مليون، بس انتوا مع الغرامات انتوا عليكوا بزياده 2 مليون جنيه. لا، اعتقد كل واحد في وجهه نظره في الحساب مختلفه شويه، بعيده عن الثاني. عندنا الاداره الماليه قالت لا احنا لينا مبلغ وقدره كذا، هو بيقول لا انا محاسب بتاعي بيقول لا ليا 2 مليون جنيه. فالامور وصلت لطريق مسدود يعني. استاذ عمرو عفيفي، الاستاذ مجدي المتناوي بيقول انه الامر وصل لطريق مسدود، وانك مش راضي تدفع الغرامه اللي عليك، بل ان هم فوجئوا بخطاب غريب منك بتطلب منهم 2 مليون جنيه ازاي وهم اللي بياخدوا منك الفلوس لان هم اصحاب الرعايه. استاذ عمرو عفيفي. الو يا كابتن. مساء الخير يا عمرو، سمعت السؤال ولا اقول تاني؟ سمعت السؤال يا كابتن، بقول لك انت وحشني قوي. وانت كمان يا عمرو. ازيك يا استاذ مجدي، اخبارك ايه؟ استاذ مجدي، استاذ مجدي، طب امال يا كابتن. استاذ عمرو بيقول لك ازيك. لا عمرو بيوحشني كتير، ازي حضرتك؟ الله ربنا يخليك. طب خلصتوا السلامات؟ بص يا كابتن شوبير، بصيت القصه دي طبعا يعني مع احترامي الكامل للاستاذ مجدي المتناوي، هو راجل يعني عزيز وصديق وكل حاجه كويسه في الدنيا. احنا طلبنا في وجود الخلاف المالي نتيجه ان في جزاءات احنا ما خدناهاش ولا اتعمل لنا مسابقات حساب للحسابات بتاعتنا، وقلنا بمنتهى الشفافيه اللي في الدنيا احنا مستعدين نجيب محاسب قانوني خارجي يراجع عندنا وعندكم علشان نقفل الحكايه. لان كنا احنا بنسدد من تحت حساب العقد، مش على دفعه، مش من تحت حساب الدفعات. وبالتالي احنا لينا غرامات وجزاءات وحاجات لازم تكون مثبته، ومثبته باوراق وواضحه. هذا الكلام بعت لنا عليه موافقه من اتحاد الكوره ان احنا نبعت المراجع، وبعتنا المراجع فعلا وهم رفضوا يدوا له الارقام. طب انا عليا هذه الارقام، وانا بتكلم زي ما استاذ مجدي مع احترامي الكامل بيقول ان احنا فوجئنا بجواب، احنا ناس مش بنقول حاجه بدون اثباتات، احنا باعتين خطابات بالجزاءات وبالغرامات وكل حاجه عندنا مثبته بورق، وطلبنا ان احنا يكون عندنا راجل يراجع عندي وعنده عشان نشوف الخلافات. تمام. والاتحاد رفض ومشي في الاجراءات، واحنا هنرفع دعوه حساب على الاتحاد لان انا مش هتنازل عن الجزاءات والغرامات اللي هي طبقا للتعاقد اللي موجود تحت اي مسمى. وفي الاخر خالص انت رافض من ولا رافض ان انت تجيب حد خارجي يراجع، ولا ورافض ان انت تحل باي شكل. والكلام ده على فكره حصل فجاه واتبعت بجوابات، والاستاذ جمال علام ما كانش كلامه معايا كده، والاستاذ مجدي عارف الكلام ده، يعني انا مش بتكلم في حاجه جديده. طيب نسمع استاذ مجدي. يا استاذ عمرو اتفضل. استاذ مجدي، هو زي ما قلنا حضرتك برضه يا فندم، الاستاذ عمرو ما اختلفش، انا قلت ان هو بعت شركه محاسبه، لكن الاداره الماليه عندنا
قعدوا مع بعض معاهم، لكن مدير الماليه كل واحد متمسك بوجهه نظره. لا لا انا اسف يا استاذ مجدي، معلش معلش يا استاذ عمرو، استاذ عمرو نسمعه وحضرتك هتعقب. لا معلش طب معلش لا استاذ عمرو، لا استاذ عمرو ارجوك انا بدير الحوار. لا معلش يا استاذ عمرو، هو هيخلص حضرتك والله هترد، والله هترد براحتك خالص، بس لما يخلص استاذ مجدي اتفضل. استاذ مجدي الإدارة المالية زي ما حضرتك كابتن أحمد عندنا نتعامل مع الإدارة المالية، قالت لا احنا لينا المبلغ دوت. المحاسب اللي كان بعته الأستاذ عمرو، كل واحد متمسك بالطرف بحق بوجهة نظره هو، مفيش أمور وسط بين الاثنين يعني. فمجلس الإدارة يمكن يأتي في سبيله إن هو يفسخ، لكن عايز الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد، ودي يمكن اللي اتعرضت في مجلس الإدارة اللي فات. أستاذ عمرو كابتن احنا ما بعتناش غير مكتب محاسبة محايد. وانا هبعت لحضرتك الجوابات. نعم. وان الاتحاد رفض انه يطلع المكتب المحاسبة المحايد على اي ارقام او اي اوراق تثبت المديونات اللي عنده. انا ما بعتش مكتب محاسبة من عندي. نعم. او بتاعي. انا بعت مكتب محاسبة محايد طبقا لجواب انا بعته للاتحاد، والاتحاد موافق ان انا بعت مكتب محاسبة محايد. اوكي، فانا بالتالي انا مش بتكلم على 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 حاجه انا جايب حد المكتب بتاعي او جايب حد انا اعرفه، مفيش كده. والاحترام الكامل لاتحاد الكوره، انما في الاخر خالص انا مش معنى ان هو مش عايز يديني الجزاءات او مش عارف يطبقها على الانديه او مش عارف يخصمها من الانديه ان انا طبقا للعقد انا هتحملها. يعني يا كابتن هديك مثل عشان ده اكون واضح وبسيط. نعم. النهارده مثلا في غرامه الاتحاد اقرها لي بتاعه كاس السوبر. نعم. للنادي الاهلي ما لبسش فيها الـ 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 اللبس بتاعه. او اللوجوهات يعني. نعم. هذه الغرامه هي 1,000,000 جنيه. تمام؟ النادي الاهلي بعت جواب لاتحاد الكوره رفض هذه الغرامه، حضرتك تقدر تجيب اي حد من النادي الاهلي تساله. نعم. هو لما يجي يعمل لي مصاده حساب ما يقدرش يقول لي انت ليك الغرامه دي. ده كلام جميل. عشان هو ما اثبتهاش على النادي الاهلي. طيب استاذ مجدي عايز تقول حاجه ثانيه؟ لا لا فندم، انا سعيد جدا بسمعت حضرتك وبهنيك على البرنامج الجديد، وتحياتي للاستاذ عمرو. استنى بس خليك معايا ثانيه واحده قبل ما اشكرك. استاذ عمرو عايز تقول حاجه ثانيه؟ لا ربنا يخليك. متشكرين متشكرين متشكرين.